أهلا بكم، أنا محمود عبد الكريم. نقلب على مدى ساعتين ملفات الحرة الليلة ونبدأ من الجزائر. والتحضيرات المستمرة لجمعة جديدة من الاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. هذه الجمعة تختلف عن سابقاتها، فالمزيد من مكونات المجتمع الجزائري انضمت للحراك الشعبي المناوئ لبوتفليقة، أبرزها حركة قدام المحاربين وقطاع كبير من المحامين. احتجاجات الجمعة المرتقبة تختلف أيضا عن سابقاتها بانضمام العنصر النسائي في اليوم العالمي للمرأة. وعلى الصعيد الحكومي، فالجيش متأهب وملوح بالضرب بيد من حديد على الذي يهدد استقرار البلاد. أما الرئيس بوتفليقة فاستبق دعوة الاحتجاجات بالتحذير من مساع أسماها جهات ما لشق صف الوحدة الوطنية. احتجاجات لا للعهدة الخامسة تتوسع وتزداد زخماً عشية تظاهرات حاشدة في كل أنحاء الجزائر. في جمعة ثالثة تصادف هذه المرة اليوم العالمي للمرأة، ويتوقع أن تكون الأكبر وفقاً لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. يتصاعد الحراك الشعبي المناوئ لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات 18 من أبريل المقبل. وفي العاصمة الجزائرية، حيث المسيرات وكل أشكال التظاهر ممنوعة منذ عام 2001، كسر معارض العهدة الخامسة جدار الخوف والصمت، وباتت احتجاجاتهم يومية على غرار مدن أخرى. فلم تمنع الحواجز الأمنية وصول مئات المحامين إلى مقر المجلس الدستوري للمطالبة بعدم قبول ملف ترشيح بوتفليقة وباحترام الدستور في معالجة ملفات الترشيح للرئاسيات. على خط موازٍ يستمر احتجاج الطلبة، وتتعالى الدعوات المناهضة للعهدة الخامسة بعد التحاق تنظيمات نقابية بالحراك الشعبي فيما يعتبر أكبر تحدٍ يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه. واستباقاً لمسيرات ينتظر أن تكون مليونية، طالبت أحزاب المعارضة بعد اجتماع لها في العاصمة، طالبت بسحب نوابها من البرلمان وبإلغاء موعد الانتخابات وبالتوجه إلى مرحلة انتقالية من 6 أشهر تشرف عليها حكومة وحدة وطنية توافقية من شخصيات مستقلة. بعض المشاركين أكدوا على ضرورة تفادي فراغ المؤسسات الدستورية في هيئات الدولة بعد مطالب البعض بحل المؤسسات النيابية. دعوات المعارضة يقابلها إصرار محيط بوتفليقة على ترشحه رغم أنباء عن تدهور صحته. أنباء في حال تأكيدها قد تفتح السيناريوهات على أكثر من احتمال، بينها إعلان شغور منصب الرئيس أو استقالته، وبالتالي الدخول في مرحلة انتقالية تحتم تأجيل الانتخابات. نتكلم في هذا الموضوع من الجزائر وليد بن قرون القيادي في جبهة التحرير الوطنية، ومن الجزائر أيضا الأمين العام الأسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع السيد وليد بن قرون القيادي في جبهة التحرير الوطنية وهي الحزب الحاكم في الجزائر، عن نظرتهم لهذه التطورات مع انضمام قطاعات من الشعب الجزائري للحركة المحتجة ضد بوتفليقة في ولاية رئاسية خامسة. تفضل. أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولشعبنا الجزائري العظيم. مساء النور. أعود إلى كذلك التعليق على ما ورد في التقرير الصحفي الذي أرى فيه الكثير من التهويل والكثير من المغالطات، واستطيع أن أسميها حتى الأكاذيب، لأنها يعني فعلا صدمت من هذا التقرير مع احترامي لقناة الحرة. لكن أعود إلى ما هو أهم لكي لا ندخل يعني في 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 جدال عقيم. إن الاحتجاجات في الجزائر أو المظاهرات وحرية التعبير لشعبنا الجزائري مكفولة دستوريا، ولا يوجد أي أحد يخيف أحد. الجزائريون في أرضهم وفي وطنهم يعبرون مثل ما يشاءون، ولا نحتاج لأي دروس في الديمقراطية لا من فرنسا ولا من الولايات الأمريكية المتحدة ولا من غيرهم. يعني مثلا أعود إلى المقارنة ما بين الاحتجاجات. سيد وليد، لو سمحت لي أنت، لأنه أنا سؤالي كان واضح، أنتم في الحزب الحاكم كيف تنظرون إلى هذه الاحتجاجات؟ هنالك قطاعات من الشعب الجزائري انضمت لها، وفقط يعني دعني أشير إلى أنه تقرير الحرة
يأتي بناء على مصادر موثوقة يعني نفس ما ورد في التقرير يعني لا تشكك في تقرير القراء وأجب على سؤالي في التقرير طيب أجب على هذا السؤال ألم تنطم دعني أجيب أخي تفضل دعني أجيب تفضل يعني الجزائر الآن يعني لا تريد ولا تحتاج لأي دروس في الديمقراطية من أي كان فالشعب الجزائري رفع الجزائر إلى مصاف كبرى الديمقراطيات في العالم بل مثلما علمنا باقي الشعوب كيف تكون المصالحة الوطنية والوئام والسلام اليوم يتعلمون من عندنا كيف تكون الديمقراطية وكيف تكون الحرية هذا هو المحامون الذين خرجوا اليوم في احتجاجات لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم السياسية المواطنون الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم لهم كامل الحق وضحت الفكرة دعني أشرك يعني السيد كريم طابو في هذا الحوار وانطلق من ما قلت إنه رئيس على كرسي متحرك يترشح للمرة الخامسة في هذا تعليم ودرس للديمقراطية لا لا لا, تفضل. لا 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 يمكنك أن تقولني ما لم أقل لا توجد عهدة خامسة بل توجد مرحلة انتقالية طيب. أنا أعتذر عن ذلك يعني لو تركتني فقط أجيب على سؤالك ستجيب سيدي يعني ولكن هناك لا توجد عهدة خامسة آخر. أرجوك توجد اسمح لي. مرحلة انتقالية أرجوك. من سنة طيب أرجوك اسمح لي أرجوك اسمح لي سأعود إليك هو سأعود إليك هو أرجوك اسمح لي أنا من أدير الحوار هنا أرجوك اسمح لي هناك ضيف آخر أرجوك نعم هذا المقعد فينا لقنكم درسا في الوطنية فما بالك بأهرامات ويعني قيادات الجزائر من جيش وشعب طيب. يعني ومجاهدين يبدو أنه سيد كريم سيد كريم تسمعني الآن الصوت مانيش نسمع يعني الآن تسمعني المتدخل الأول لم أسمع ماذا قال الآن تسمعني سيد كريم رديء جدا طيب سأعود إليك إلى أن يتم إصلاح هذا الأمر. صوت رديء جدا. سأعود إليك سيد كريم بعد أن يتم إصلاح هذا الأمر. أعود إلى السيد وليد بن قرون. سيد وليد يعني أيضا في هذا الإطار هذه الجمعة تأتي الجمعة الأولى بعد انضمام قطاعات كما قلت لك من الشعب الجزائري لحركة الاحتجاجات. كذلك بعدما أعلن بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية خامسة رسالة أخرى للرئيس بوتفليقة في يوم المرأة العالمي أشار فيها إلى سلمية المظاهرات وما إلى ذلك وصمود المرأة الجزائرية ولكن يعني دعني أقول لك إنه النقطة الرئيسية في هذه الاحتجاجات أنهم لا يريدون بوتفليقة مرشحا رئاسيا لولاية خامسة يستندون في ذلك على حالته الصحية تقرير أخير أشار إلى أنه بوتفليقة بالكاد يتنفس تفضل هذه التقارير الواردة من هنا ومن هناك نشكك في مصداقيتها وإذا أرادت قناتكم استسقاء الأخبار الصادقة فما عليها إلا اللجوء إلى الجزائر لا إلى لذلك أنت معنا قل للأخبار الصادقة نعم الأخبار الصحيحة أن رئيس الجمهورية شاهدناه قبل أسبوعين خلال تنصيب السيد المحترم رئيس مجلس الدستوري يعني وضعه مثل وضعيته السابقة يعني لم يتغير ولم يتأزم ولا هو في مصلحة الإنعاش ولا توقف يعني كما قالوا قلبه يعني الرجل جعلت من التقارير الكاذبة المزيفة أصبحت تستثمر يعني في هذا الملف يعني فعلا لماذا لا يعني نشكك في طيب. احمد ياسين يعني وفي ربما عالم الذكاء ربما سيد وليد وفي 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 الرئيس الامريكي الذي قاد الولايات الامريكيه خلال الحرب العالميه الثانيه لا تقاطعني اخراس أخي. هذه التقارير لا تقاطعني دعني اتكلم لا ساقاطعك يعني لماذا لا يظهر الرئيس للعلن انت تقول انه بصحه جيده اذا اراد ان لا تتكلم تقارير عن صحته فليظهر للعلن قلت فليتكلم لشعبه الرجل لم يتكلم منذ 2013 مع شعبه الجمهورية خلال يا أخي أنت أسئلتك أطول من إجابتي دعني أجيب سيدي الكريم سيد رئيس الجمهورية ظهر قبل أسبوعين خلال تنصيب السيد رئيس المجلس الدستوري قلت هذا الكلام يعني أنا أتكلم عن الآن مجانين أنت يعني نساند رجل غير موجود كريم يعني أنت تكرر في كلامك أرجوك اسمح لي لسنا مجانين في جبهة التحرير نحن لسنا مجانين نساند رجل غير موجود يا إعلام لماذا هذا التهويل ألا يكفيكم إحراق سوريا وليبيا واليمن الجزائر لا تحترق شعبها واعي
وقيادتها واعية ومستقبلها مكفول بسواعد أبنائها وأبناء جيشها الوطني الشعب المجيد. شأن داخلي، لا نريد لا التهويل ولا التضليل. طيب. يعني وتقارير الاستخباراتية والتسريبات الاستخباراتية الفرنسية التي تحدثت مؤخرا واتهمت السيد رئيس الجمهورية باغتيالات سياسية، لماذا جاءت في هذا التوقيت بالذات؟ هذا هو السؤال. وهذه الحملات الإعلامية التي تشن من هنا ومن هنا من أجل التأثير على الرأي العام الجزائري. طيب. هذا أجرمه. هل يمكن ليست إنسانية، هل يمكن ولا تعتمد؟ طيب، وضحت هذه الفكرة، ولكن العمل الصحفي. دعنا نتحرك خطوة إلى الأمام. أنت قلت إنه قبل أسبوعين من الآن ظهر الرئيس بوتفليقة، الآن لماذا لا يظهر؟ يعني الآن الجزائر كما تقول أنت تمر بوضع دقيق، لماذا لا يظهر؟ لماذا يكتفي بالرسائل المكتوبة وليس الصوتية حتى؟ أعتقد أنه سيختار الوقت المناسب للظهور. الرجل له حياته الخاصة، ولا فنان، أنتم فنان لا تتدخلون في حياته الخاصة، وتتدخلون في حياة رئيس أكبر دولة عربية وإفريقية، تدققون في كل شيء. يا أخي هنالك يعني سقف، يعني لا داعي للتمادي. أي تمادي يا رجل، أي تمادي؟ يعني لماذا لا يظهر الرجل؟ يعني والتهويل لا يوجد هنالك تضليل. هنالك وليست ليبيا، اسمح لي. هنالك شح في المعلومات، أنتم لا تخرجون معلومات. هنالك احتمالين، يعني إما أنتم في جبهة التحرير الوطني حزب الرئيس بوتفليقة الذي تدافعون عنه باستماتة وهذا حقكم لا تعرفون، أو أنكم لا تريدون كشف المعلومات، لا تريدون كشف الحقيقة لغاية ما. لا أبدا، نحن نعتمد على شيء. أقوى المخلوقات التي خلقها الله عز وجل هو الماء، يتميز بالشفافية وبالليونة ويتأقلم مع أي شيء ويستطيع قهر أي شيء وبما في ذلك الحديد والصخور. هذه شفافية جبهة التحرير الوطني. نحن السيد رئيس الجمهورية رئيس حزبنا، مثلما له مساندون له معارضون، ويعني الشعب الجزائري يبلغ 45 مليون. لكن ما لفت انتباهي وما يعني أسعدنا كثيرا كجزائريين هي تلك التغريدات التي يغردها الشعب الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبا الذين أرادوا التدخل في الشأن الداخلي. قالوا لا دخل لكم في شؤوننا الداخلية، نحن شعب واعي ونحن في بلد ديمقراطي. وضحت هذه الفكرة السيد كريم طابو الآن جاهز معي. الشرطة لا تقنعنا، يعني أخذ يعني بعيد عنا، هذا هو الأهم. سيد وليد، يعني أخذت وقتك وبزيادة، خليني أقف مع السيد كريم طابو. سيد كريم، إذا كنت تسمعني، هنالك اجتماعات متكررة لقادة المعارضة، هنالك اجتماع أخير طالب بانسحاب المرشحين من السباق الرئاسي، وكذلك نواب المعارضة أن يستقيلوا، وهنالك يعني تحرك سياسي في وجه ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. تفضل، ما قولك؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. خطفت بعض الكلمات سمعتها لأن الصوت رديء جدا، وهذا بسبب التشويش على الخطوط السلكية في الجزائر. والكل يعلم يوم قبل الاحتجاجات يتم تشويش من طرف وزارة الاتصالات على كل الشبكات التواصل، سواء كانت اجتماعية أو حتى الوطنية. أرجوك لا تقاطع سيد وليد، يعني تفضل سيد كريم. أريد أن أوضح شيئا، عندما أسمع مسؤولين في أحزاب ما يسمى بأحزاب الموالاة أن الحريات وحق التظاهر مكفل به ولكن ممنوع منذ مجيء عبد العزيز بوتفليقة، أذكر الأخ بأن منذ 1999 لم يرخص ولا لمسيرة في الجزائر العاصمة، بل ضرب الطبيب، ضرب المعلم، ضربت المرأة، ضرب المعوق، ضربت كل شرائح المجتمع بأساليب بوليسية رهيبة. كيف تتكلمون على أمور موجودة في الدستور؟ هذا الرئيس لم يحترم الدستور، هذا الرئيس لا يحترم شيئا. هذا الرئيس أراد أن يحول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى مملكة، يريد أن يستولى على كل الخيارات وكل مفاصل الدولة، هو الذي يعين على كل المستويات، ولا باقي ولا قوة لهذه الأحزاب. الشعب بالملايين الذي خرج قال انتهى عصر بوتفليقة، انتهى عقد بوتفليقة، انتهى عقد الحصار على الشعب، انتهى عقد النظام الفاشل الذي أوصل الجزائريين
إلى الرمي بأنفسهم في البحار، إلى هذه المأساة على كل الأصعدة، إلى الفساد الذي تفشى على كل المستويات. الجزائر لا تحكمها سلطة، الجزائر تحكمها عصابة معروفة من طرف الشعب. واليوم المطلب الرئيسي للشعب الجزائري ليست إصلاحات سياسية، بل الرحيل، رحيل العصابة، رحيل المفسدين، رحيل الذين استولوا على خيرات الجزائريين. وضحت هذه الفكرة كريم، حتى ولو كانت الغطاء أحزاب سياسية. اسمح لي. ولكن التغيير دائما. اسمح لي. التغيير لماذا لا يأتي عن طريق صناديق الاقتراع دونكم الانتخابات؟ اذهبوا واقترعوا وأسقطوا بوتفليقة عبر طريقة الديمقراطية، خير للبلاد وخير لكم. يا أخي، لا ديمقراطية، لا انتخابات في دولة لا تمارس الحريات. أنت تعلم يا أخي بأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين المجلس الدستوري، هو الذي يعين وزير الداخلية، هو الذي يعين الولاة، هو الذي يعين القضاة، هو الذي يقوم بالعملية برمتها، هو يعلن عن النتائج. كيف تسمى هذه عملية ديمقراطية؟ الكل يعلم بأن في الجزائر كل مفاصل الدولة، وأكبر حزب سياسي في الجزائر هي الإدارة. لا وجود لأحزاب سياسية بغير الإدارة التي تتحكم فيها السلطة السياسية، التي يتحكم فيها الرئيس وأقرباء الرئيس. وفي هذا ماذا تقترحون سيد كريم؟ فقدان الثقة. نعم، في هذا ماذا تقترحون؟ لأنه البعض يقول لك أنه هذا الصوت العالي لا يحدث اختراقات سياسية. ما هي أدواتكم للعمل السياسي؟ نحن نستمع لهذا الشارع عندما ينتفض شعب بأكمله، ملايين من الجزائريين في كل المدن الجزائرية. فكيف بالناس تتكلم باسم هذا الشعب؟ كيف بالناس تتكلم على أغلبية؟ كيف بالناس تتكلم على أساس أنها أغلبية؟ الشعب يخرج بالملايين. الشعب الجزائري الذي يخرج يوم الجمعة غدا إن شاء الله يبين للجميع أن لا جدوى أن يستعمل اسمه في قرارات لا يتبناها. أعطي الفرصة للسيد وليد. الرئيس كيف يستهزأ بهذا الشعب؟ أخذت وقتك سيد كريم. كيف يستهزأ بهذا المجتمع؟ أنه وليد تفضل بالرد. يعني هذا الطرف جزائري، عشان ما تقول إنه مؤامرة دولية ومؤامرة كونية. طرفك الآخر جزائري معارض. نعم، هذا الطرف معروف انتمائه السياسي ومعروف تكوينه السياسي. يعني هذا الطرف يمارس نفس أسلوب الحزب الإرهابي حركة الماك. يعني لا أسمح له بالتكلم باسم الشعب الجزائري، فهو لا عنده لا حزب ولا ينتمي لا لحزب، وقد انسحب قبل قليل فقط من اجتماع أحزاب المعارضة. يعني انسحب وكأنه يعني يطالب برفع السلاح. يعني ثم عندما يشكك في كبرى الهيئات الأممية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وكذلك الكثير من التنظيمات العالمية التي ستشرف على مراقبة العملية الانتخابية في الجزائر، يعني هؤلاء يشككون في كل شيء. يسوي هؤلاء من بين الأسباب، يعني أعتقد أنهم أدوات في يد فرنسا ويد الغرب ككل من أجل تسويد الرأي العام، وهذا ما يندرج. يعني حتى اسمح لي سيد وليد، هنا أقاطع يعني وأخذ مما قاله رئيس بوتفليقة سيد وليد. يعني الرئيس اسمح لي السيد نعم السيد بوتفليقة رئيس الجمهورية في رسالته قال إنه يحترم المطالبين برحيله، وقال إنه هذه مظاهرات سلمية. يعني أنت الآن في خطابك يعني نبرة لم تكن موجودة في رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري المحتج ضده. يا سيدي الكريم، رسالة رئيس الجمهورية واضحة. نحن قلوبنا على أمن واستقرار الجزائر، نحن أيادينا نظيفة. أنا شخصيا أتكلم عن نفسي أمام قناتكم المحترمة، لو وجدتم أي تقرير ضدي أو عملية فساد أو أنني رجل أعمال أو أنني مستفيد من شيء بدون وجه قانوني، فيعني افضحوني. نعم، ماذا عن غيرك؟ يعني ماذا عن غيرك؟ هنالك حاشية، اسمح لي، يعني ماذا عن غيرك؟ حاشية الرئيس بوتفليقة، أنت تقول أنك غير فاسد، أنا أسألك عن حاشية الرئيس، أجب على أسئلتي، أنا لا أقاطعك. من فضلك أخي الكريم، لماذا تكثر مقاطعتي سيدي الكريم؟ لماذا تدفعني إلى الانفعال؟ أنا لا أقاطعك، أنا أسألك يا سيدي. أجيب بكل طيب، أجب على هذا السؤال. لماذا سيدي الكريم؟ رجاءً، نحن في الجزائر
يعني قلوبنا على شعبنا العظيم، شعبنا الذي طالما سطر يعني المعزجات، يعني شعب استثنائي على جميع الأصعدة، شعب يعني ما زال وسيكون له شأن يعني عظيم ولا يمكن أن يكسر إرادته. يعني سيد وليد والله يعني صدقني أنا أريد أن أستفيد من الوقت معك لأقصى درجة، ولكن لا داعي للخطب. أنا سؤالي واضح، ألا توجد حاشية حول الرئيس بوتفليقة فاسدة ومستفيدة من وجوده في السلطة؟ نعم أو لا؟ هي 3 مليون مناضل في جبهة التحرير، أعيد وأكرر، حاشية رئيس الجمهورية هي 3 ملايين مناضل في جبهة التحرير الوطني، ومئات الآلاف من المناضلين في التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الآلاف في الحركة الشعبية وتاج أمل الجزائر، بغض النظر عن المنظمات الجماهيرية التي طالما ساندت رئيس الجمهورية. يعني أليس من العار أن نطالب السيد رئيس الجمهورية من قبل فقط شهر بضرورة أن يترشح واليوم ننسحب؟ هذا ليس من شيم الجزائريين، الجزائريون تعدادهم 45 مليون. وضحت الفكرة. يعني الكلمة الأخيرة في هذا الحوار للسيد كريم طابو. سيد كريم تفضل. وليس لأي كان الحديث باسمهم، إذا أرادوا أن يتكلموا فليتكلموا هم. طيب. وليسوا وليد وليس وضحت الفكرة، أرجوك دعني أشرك ضيفي في الحوار. يعني لأنه أحيانا الأشخاص اسمعني. لا يملكون حتى قرار أنفسهم. وضحت الفكرة. سيد كريم كلمة أخيرة في هذا الحوار. هذه الأرقام هي تمثل أشباح. لو كانت هذه الملايين التي تساند الرئيس لما خرجت إلى الشوارع، غدا يوم الجمعة ستكون الملايين التي تقول لبوتفليقة ارحل. هل يعقل، هل يعقل أنها تعطى مصير شعب بأكمله 45 مليون حي يعطى مصيره إلى ميت؟ هذا خلل في عقول الناس. هذا الناس التي تفكر هذا التفكير مختل عقليا، هذه مختل عقليا، أنها يعطى مصير أمة، مصير شعب حي إلى ميت. بوتفليقة انتهى يا أخي، بوتفليقة انتهى يا أخي، بوتفليقة انتهى يا أخي. وضحت الفكرة. كريم طابو الأمين العام الأسبق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شكر موصول لوليد بن قرون القيادي في جبهة التحرير الوطنية. عيننا دائما مستمرة في النظر على تطورات الجزائر. شكرا جزيلا لكم.